بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان Adding Hyperlinks هنتكلم عن الروابط، المفهوم التقليدي بمنتهى البساطة. طبعا انت ممكن تدرج هنا روابط توديك لأماكن مختلفة. أنواع الارتباطات اللي احنا راح نتكلم عنها على وش الخصوص 4 أنواع يا جماعة. اولهم ان انت تبتدي تعمل هايبر لينك تو ا ويب بيج، تعمل لينك لصفحه معينه. علشان تبتدي تعمل هايبر لينك يا جماعه، جاست كل اللي انت عليك تعمله ان انت تعمل سيلكشن على الاوبجكت وتروح لقائمه انسيرت وتختار هايبر لينك اللي هي اختصارتها كنترول مع كي. الويزارد ده تجمع يظهر لو انت فاتح صوره، فاتح شيب، فاتح نص، عامل له سيلكشن، فاتح تكست بوكس، ما يهمنيش، المهم تبقى عامل حاجه معينه جوه منها الهايبر لينك بتاعك. انا نبتدي نقول له والله عامل سيلكشن على الفيسبوك وهقول له القصه بتاعي، الاكشن بتاعي هيكون ان انا عايز اروح ل جامب تو يو ار ال مثلا، ان انا اروح ليو ار ال من نوع معين. والفكره خلونا نفتح مثلا فيسبوك على سبيل المثال ونروح للرمز بتاع الهوم، وهاخد انا سيلكشن باليو ار ال بتاعي واروح اعمل له بيست هنا لما اليوزر يكليك على مش عارف الايكون بتاع الفيسبوك وجاست اوكي. كده تبقى الفكره شغاله معاك. يمكن يكون الناس ما اخدتش بالها من نقطه برضو بخصوص الكنترول كي، انا ما حفظتش والله، خلينا اعمل كنترول في مره تاني. ومعايا الرمز بتاع التشيك، لو انا ضغطت على التشيك هيحاول يبتدي يعمل لي يشيك على القصه ديت، كما ان الامر التاني اللي هو كان خاص بيه انت عايزني اعملها لك في براوزرز ويندو ولا ايه، القصه حجمها بيكون عباره عن ايه كده يعني، ولا في نفس النافذه ديت الكنترولز. طبعا بتفنش الامر بوكي بتلاقي ان الامور اشتغلت معاك عادي، بس في البريفيو مش هيرضى يفتحها يعني، غير في الببلش. نفس الفكره يا جماعه، لو انت كنت عايز تحط السوشيال ميديا بتوعك ممكن كوسائل تواصل معاك، وده احنا من ضمن معايير التصميم التقنيه برضو، ان انت بتحاول وسائل، انت بتحاول توفر مجموعه او زي كونكشن ميثود ما بينك وما بين الليرنر، ما بينك وما بين الستودنت، او بتحاول توفر له مجموعه من اللينكات اللي ممكن تفيده، مثلا بخصوص شاشه اخيره خاصه بمعلومات اسرائيليه لو انت كنت عايز تستزيد مثلا. ده جانب. الجانب الثاني هايبر لينك تو ا فايل. وكجانب توظيفي اتكلمنا عن مثلا، حطينا مثال وقلنا متطلبات تشغيل برمجيه، عشان البرمجه يشتغل معاك بشكل كويس المفروض يكون في عندك مجموعه من البرامج. وعلى سبيل المثال مثلا حطينا فلاش وادوبي ريدر وسيلفر لايت وكروم وفيجوال سي بلس بلس، وانا مش فاكر ضغط وينجير واللي جافا والشوكي اوف بلاير ولمن لا يعلم البرامج ديت برضه كور، ولازم تكون موجود على نظام على اي اوبريتنج سيستم. فلو ايه القصه، ممكن تخليه هو يعمل لها انستول، فجاست اضغط على البرنامج اللي انت عايزه وهو يتسطب بشكل تلقائي. يعني عشان يتسطب انت محتاج تعمل له ايه، انت محتاج تعمل له ابلود بقى ترفعه عندك بمنتهى البساطه. خلونا مثلا انا كنت نجربوها على سيلفر لايت، يا ربي مثلا سيلفر لايت، انا فاتح، خلوني كليك يمين واخليها في الباك عشان تو باك. انا عامل بانر يا جماعه، الناس اللي تاخد بالها اللي هي من قائمه انسيرت، حاطط سكرولينج بانر تمام. كليك، انا اعمل كنترول كي، والمره دي بقى هقول له جامب تو فايل. ها كليك، فين الفايل اللي انت عايز، ها ايه فين الفايل بتاعك، انا حاطط ملف كان اسمه سيلفر لايت، ده انا مش فاكر ضغط القصه بمنتهى البساطه. لما ينزل كليك مش عارف مين في البريفيو مش راح يديني حاجه يعني، لو انا عملت بريفيو للسلايد وخلينا للانتاير بروجكت ماشي انتاير بروجكت، بس برضه مش راح يجيب لي على ما اظن. انا لازم انا اكون اروح للسلايد التانية فين السيلفر لايت، لو انا كليكيت عليها هو بيقول لي انا ما مش هقدر اربط. بمنتهى البساطة هو مش راح يقدر يربط يا جماعة، لانه الملفات ديت لازم ان يبقى لها بابلش، يعني لان انتوا عارفين القصه بتاعتنا، لما بتعمل بابلش هو بينظم لك الكونتنت بتاعك، بيحط لك فولدر اسمه مش عارف اسم البروجكت كونتنت، وفي مثلا الصوتيات والفيديوهات والقصه ديت، فمش راح يعمل بريفيو دلوقتي لان الفولدر ده مش جاهز، فاهمني؟ فجاست انت ضغطت وبتدي بقى خطوات التسطيب لو انت كنت مسطبها بشكل ايه
اي اكس اي على طول لو انت ربطته بملف الاكس اي، بس انا طبعا مش رابط ملف الاكس اي، انا رابط ملف مضغوط فاهمني. فالامر ده محتاج منك برضو ترتيب ان انت تحاول تفهمه بقى، لا اضغط على ده الاول بعدين مش عارف تضغط على ده الاول، والقصه اللي بالك فيها ديت المساله بس محتاج منك شويه تنظيم عشان تظبط السيناريو بتاعك وتخلي المتطلبات التشغيل ديت في مقدمه البرمجيه بتاعتك. لو انت كنت عايز تستغل البرمجيه الاستغلال الامثل ابتدي امشي معايا بالخطوات، اولهم اعرض ديت، بعد ثانيهم اعرض ديت وهكذا تمام. ده جانب. الجانب التالت خلونا نتكلم عن هايبر لينك تو انذر بارت اوف كورس. بالظبط يعني ايه؟ مش إيه عايز تربط لصفحه تانية، إيه بنسميها ازرار تحكم وتوجيه يا جماعه زي السابقه ده تمام رايت. لو انا عملت مثلا انا مبرمجه وجست بمنتهى البساطه كليك عليه وقعدت بالتريجرز يا جماعه، جست كليك على التريجرز، طب كليك عليه انا قلت له والله جامب تو سلايد بريفيوس سلايد اللي فاتت اللي هي كانت عباره عن مش عارف ايه، إيه لما اليوزر كليك مش عارف ايه، بس خلونا نعمل بريفيو للسين السين او البروجكت مش واخد بالي. لو رحت انا للسلايد التانية عملت السابق هيوديني ليه التواصل. يعني انت ممكن برضو تستخدم الازرار تحكم وتوجيه انت تعمل لها بروجرامنج انت، وده انت اللي انا مايل ليه. يعني انت بتحاول تحط ازرار تحكم وتوجيه بتوعك ثابتين في كل الشاشات، مثلا السابق التالي قائمة المحتويات، زرار كتم للصوت، زرار كده، بتحاول تحط مجموعة من الأزرار الخاصة بالتحكم والتوجيه بتوعك وتحط لهم الأيكونز بتوعهم وكده. مثلا تخلي كل واحدة على سبيل المثال يعني بلون معين، في الغالب بتميل أنت تثبت ألوانهم وتثبت أماكنهم عشان ما أقعدش بقى كل شوية أنا أتعب دماغي مرة تحت مرة فوق، لا حاول تثبتهم في مكان معين. وديت على فكرة من ضمن معايير تصميم تعليمي أزرار التحكم والتوجيه دولت يا جماعة. طيب بالاخير هايبر لينك تو ان ايميل ادرس. لو انا رجعت للسلايد الاولانيه اعمل كده ايكون صغير للتواصل بالايميل يعني يا جماعه. التريجر بتاعه دبل كليك عليه، طيب انا عامل فيه سند تو، عندي واحده كان اسمها تريجرز كان اسمه سند ايميل تو، اكتب الميل بتاعك جاست لما اليوزر كليك مش عارف ايه. طبعا لو انا عملت برضو بريفيو للسين دايت ما بنفس الفكره بالظبط، لو انا ضغطت عليها مش راح يعمل لي سبورتنج ليها، بس بمنتهى البساطه الفكره ديت هيحاول يربطك بالبرنامج اللي انت كنت مسطبه عندك علشان يبقى يخدم على الميل بتوعك. يعني مثلا انا عندي مسطب بالاوتلوك 2016 فيروح يربطني بيه ويبقى جاهز يكتب لي الميل اللي انا كنت كاتبه، ها وميل على طول جاست اكتب اللي انت عايزه وسند دايركتلي. طبعا يبقى عندك مشكله لو انت ما كنتش مسطب برنامج لارسال الرسائل. تقول لي ايه القصه؟ طب لو انا ما عنديش برنامج لارسال رسائل جاست حطه له في برامج التشغيل، البرامج اللي هي سبورت المفروض تشتغل، وحط له الاوتلوك. بس كده طبعا ده هيأثر على حجم برمجيتك وهيشتتك عن اهدافك. الامر ده يعني ايه؟ ما لا انت توفر له نص بديل مثلا تحمله تكست بوكس صغيره وتكتب فيها الميل بتاعك بحيث ان هو ينسخه او كده. القصه كلها اكسسبيليتي او مرونه بمعنى ادق، ما انت ممكن توفر له الحاجه باكتر من طريق فاهمني. ديت الجانب اللي هو كان خاص به ادنج هايبر لينكس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.